في نفس الموضوع ايضا برحب بزميلي محمد ابو عيطه مراسل اكسترا نيوز. محمد رحب بك معنا في برنامج اكسترا نيوم ومزيد من التفاصيل لديك، تفضل محمد. دانا تحياتي، لا تزال هذه الجلسة مستمرة، هذه المائدة المستديرة التي تجمع فيما بين أطرافها المسؤولين في مصر وأيضا في عدة دول عربية وإفريقية، إضافة إلى الأطراف الدولية المعنية بهذه العملية ومن بينها أطراف من الأمم المتحدة وأيضا من أطراف أخرى من عدة تمثل عدة بنوك ومؤسسات تمويل، ما بين بنوك دولية وأخرى بنوك ومؤسسات دولية تمويل إفريقية، إلى جانب أيضا ممثلين عن شركات كبرى من القطاع الخاص. وكل هذه الأطراف بيجمعها طبعا الاهتمام حول التصدي لهذه التداعيات السلبية للتغيرات المناخية التي أتت على الكرة الأرضية بشكل عام في الوقت السابق. يعني في خلال الدقائق الماضية كان قد تحدث المبعوث الأمريكي للمناخ السيد جون كيري وألقى كلماته التي عبر فيها أيضا عن إعجابه ودعمه بهذه المنصة التي أعلنت عنها مصر اليوم تحت عنوان نوفي. هذه المنصة يعني تحدثت عنها وزيرة التعاون الدولي المصرية وقالت بأنها هذه المنصة إجمالا تضم محفظة استثمارية وتمويلية قدرها حوالي 26 مليار دولار أو تزيد، وتختص كل هذه المبالغ لدفع المشروعات الاستثمارية التي تأخذ في الحسبان الحفاظ على المناخ وطبعا التكيف وعملية التكيف والمساعدة عليه خلال الفترة المقبلة في داخل مصر. وأيضا تحدث قبل السيد جون كيري السيد وزير الكهرباء المصري وأيضا السيد وزير المالية المصري، وتحدث المسؤولان المصريان طبعا في مجمل كلماتهما وقدم عروضا أو برزنتيشنز خاصة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية فيما يتعلق يعني أخذوا في الحسبان كل المشروعات المتعلقة بالتحول الأخضر أو التحول نحو المشروعات التي من شأنها أن تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية في داخل مصر، وأيضا عملية التكيف والحفاظ على الموارد المستدامة المصرية واستخدام الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في توليد الكهرباء بديلا عن بقية يعني المصادر التي تأخذ في عملية توليد الكهرباء الأنواع الوقود التقليدية. وتحدث أيضا على أنه مصر تخطط لأن تتجاوز نسبة ما يتم توليده من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة أن تتجاوز 5% الإجمالية أو 20% بحلول 2030، على أن تزداد تدريجيا في خلال الفترات المقبلة. وتحدث أيضا الوزيران عن مجمل مشروعات الدولة في قطاعات الدولة الرئيسية وخططها الشاملة حتى عام 2030، وأيضا رؤية مصر للتنمية مستدامة بشكل عام تأخذ في الحسبان كل قضايا المناخ حتى عام 2050. هذه المائدة المستديرة لها أهمية كبرى لأنه كل الحضور فيها هم يعني مسؤولين رفيعي المستوى، كل منهم يمثل إما مؤسسة كبرى وإما وزارة أو يعني صانع سياسة في دولة معينة أو حتى ممثل لمؤسسات تمويل دولية من شأنها وتستطيع أن تساعد في إقراض الدول الإفريقية ما بين قروض أو حتى منح ومساعدات تسهم في حلحلة الوضع الذي باتت تئن منه بعض الدول الإفريقية بسبب التغيرات المناخية. دانا، بالتأكيد محمد، يمكن هذا المنتدى سيمثل قوة دفع متزايدة لاستضافة مصر لقمة المناخ القادمة التي ستنعقد طبعا في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوفية وهذا الرصد، شكرا جزيلا لك محمد أبو عيطة.